لازمنا ننظفوا الماكسيموم هاك المنتوج اللي نقولوا احنا الخامج نردموه ونقصوا من الزبله نتاعنا ومن الفواضل نتاعنا نتاع الغلال. الذبابه هذه ما تلقاش وين تبيض وما تلقاش وين تتكاثر، ونبداو على الاقل او بليتار في نص سبتمبر نبداو نداوي فيها اذا كان مش قبل، وماذا بينا نقولوا من ديبي سبتمبر تعمل اتاك كبير وتضر صابه القوارص وتوصل الاضرار حتى ل 30-40%. عندنا طريقه جديده هي طريقه الصيد المكثف بالمصايد، وهي اعطت الطريقه دي اعطت جدواها بنسبه مئويه كبيره، وخاصه وقت اللي نعرفوا كيفاش نحطوا المصايد هذه ناجعه وناجعه جدا، ونشجع لها جميع الفلاحه باش يستعملها خير من المبيدات الكيميائيه.